أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. والله ملينا ولو مجودي، تعال نعمل لنا شي شغلة أنا وأنت. والله ملينا باركين لك، حتى إذا أنا طالع برا من البيت ما بخون أنطع مشان الامتحانات. إيه والله ملينا كتير، بس إيش بدنا نعمل؟ أمي قالت ممنوع حدا يطلع من البيت. طيب طول بالك شوي، افكر لي شي فكرة حلوة نعملها انا وانت. وقف، لا تفكر. ايش رأيك اصور فيديو على اليوتيوب وننشره؟ حتى اذا ضرب ممكن ننشهر، ايش رأيك؟ والله فكرة حلوة كتير، انا جاهز. بس لحظة، عن شو رح تكون الفكرة؟ ايه والله صح، عن شو رح تكون فكرة الفيديو؟ طيب ايش رأيك مجودة؟ انت بدك تنشهر بسرعة؟ ولك ايه بدي انشهر لك، كمان بدي. طيب ايش رايك نجيب بنات ونطلعهم معنا بالفيديو وهيك بننشهر بسرعه؟ قولك لسه عم تاخذ رايي؟ موافق. ولك موافق، في احلى من البنات. ليش؟ اي ست بوزك، ست بوزك شايفني مجنون حتى طالع معي بنات بالفيديو؟ انا لما بنشهر لحالي لما بخلي بنات يشهروني طويل. العين تطرقك على قولة امي، بس والله معك حق يعني. طيب عن شو رح تكون الفكره لك؟ طيب ايش رايك نعمل تحديات؟ منجيب اندومي وبنعمل اكبر تحدي اندومي. ايوه كأنه أنا سمعت سيرة الأندومي. يا حشرات يلي تبركوا بتخططوا لحالكم كأني معكم أخت. قولي خدوش ما بتجي غير بالأوقات الحساسة. ها وهي بركة، احكوا لشوف ولاد انت وياه، ايش قصة الأندومي كنتوا عم تحكوا عليها؟ لا في قصة ولا في شي، كنا عم نحكي أنا ومجودة نجيب أندومي ونصور فيديو على اليوتيوب مشان ننشهر ونعمل أكبر تحدي أندومي، ايش رأيك؟ لا ما شاء الله كان عليك قدك فالح، لا فالح كثير. أنت متوقع أمي رح تخليك تعمل أندومي بالبيت؟ لك حتى مو تعمل أندومي، أنت شلون بدك تدخل أكياس الأندومي على البيت لهون؟ يا سيدي وفلنفترض إنه خططنا وحسنا ندخل الأندومي لهون، أنت معك حق أكياس الأندومي بدك تجيبه لهون تعمل فيهم تحدي يا فالح؟ معها لك ايه والله صح، انا كنت نسيان. ايش رايكم نعمل مقلب؟ بمين بدك تعمل مقلب بالله؟ اذا انا موجوده هون واثنيناتنا صرنا خبر بالمقلب، شو بدي اسمه مقلب؟ انت كرمال ضل جايبك لهون، بس شاطره تسكريه بوجي. طيب انا عندي اقتراح، شو ما تقولوا اختي ما ساعدتنا، ايش رايكم يصير المقلب بامي؟ يخرب بيتك من حالك، جبتيه والمقلب بعمله فيني، وانتو بتعرفوا امكم شقد بتحبني. بتحبك؟ ايه والله بتحبك كثير كثير كومات. اسمعوا المقلب رح يكون عن الموت، اكيد امكم لما تجي تشوفني متشطح بالارض وميت رح تنجرط ورح تبكي كثير، وبعدين الفيديو رح يطلع بترند على اليوتيوب وخذوا بقى على شهره. ايه لا لحظه شوي، طالما الشغله صار فيها موت وما موت انا ما دخلني طاوله، تصطفلوا وتنباعوا بالعزل اعملوا مقلب لحالكم. تركح منا عباده، شلون رح يكون المقلب؟ ما بعرف شلون، بس هلا رح ادخل على اليوتيوب واتفرج وحدد شلون المقلب رح يكون. ماشي وانا مستنيك. يلا مجودة 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 قولك مجودة يا غبي مجودة. واخيرا انا عرفت المقلب شلون رح نعمله، رحت جبت دم الغزال او هذا بسموه صبغ الطعام، المهم هذا بحطوه على الاكل بصير لونه احمر. هلا ايش رح نعمل؟ رح اطفي على الحمام، اعبي سطل مي كبير كثير واحط من هذا بقلبه لحتى يصير لونه مثل لون الدم، بعدين انا بعمل حالي اني على اساس زحطت وقعت ونزفت كثير ببرق جنب السطل وبعمل حالي مغمى علي تماما. انت هون ايش بتعمل؟ بتوقف بتشغل الكاميرا وبتبلش بتصورني، بتصور كل شيء بالضبط، بتدخل امي بتشوفنا بغمى عليها وبتصير بتصيح وبتبكي والفيديو بيطلع ترند ترندات، بتصور كل شيء. ها يمكن الفيديو رح يطلع ولا فيديوهات مستر كوميدي. لحظه شوي، مين وهذا مستر كوميدي؟ واحد حلو مصور فيديوهات على اليوتيوب. ماشي شوف، يلا روح انت جهز المي وهذا الاحمر اللي معك، وانا رايح اجهز الستاند والكاميرا مشان اصورك واصرخ لامك. ماشي يلا فورا. لحظه شوي، انت شلون بتروح وما بتقول للناس يشتركوا بالقناه ويفعلوا زر الجرس وينضموا لعائلتنا؟ لك لا يا اجدب، انا تركتك تحكي انت لانه هن بحبوك الاف اكثر. لك لا، حتى انت بحبوك كثير، ولي هدول بحبوك. يلا يا حلوين، كل شي حدا بحب مجوده وبحب عباده وبحب خدوج وبحب عباده كلكم تروحوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى نصل على مليون باسرع وقت، نصل على مليون باسرع وقت ووصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. اكبر عدد من اللايكات، سمعانين؟ اكبر عدد.
الكاميرا كلياتهم راح يعملوا ايه، واكتبوا تعليقات حلوه باسمي انا لمجوده. يعني يلا مجوده، انا رايحه اجهز المي وهاد، وانت جهز الكاميرا والستاند عشان تصرف امي وتصور. يلا ماشي ولو هي شغلتي. بلش الشغل. Later. يس، واخيرا تعبان يخرب بيتك ركدي. هلا بقى من كنت له هاي. يس مجودة 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 مجودة. قولي يلا عبادة يلا جيت. ايش بك ايش بك ايش في؟ قولي ايش هذا الاحمر بالسطر؟ قول لك انت غبي شيء، يعني ايش راح يكون هاد؟ هذا الدم المعلب اللي رح نعمله بامي. طلع ايدي لك. ايه والله صعيد كنت نسيان. يلا مجودة انا رح ابرك هيك وراح احط ايدي وراسي هيك وانت بلش صور. ماشي جهز حالك، ما وقت الستاند رح اصورك بالتليفون هيك. انا مش عندها لامي. يلا قولي 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 عبودة بسرعة بسرعة. ايش دمي؟ عمل حالك ميت عمل حالك ميت. ممتاز شو بدي اعرف انه احنا متفقين. قولك بعد بعد يخرب بيتك، ليش واقف هيك بالترحيط؟ ايش بك امي؟ ايش في؟ قولك رايحة قاعدة تحتي بقى بنوتشي، في حدا بالحمام؟ ما بعرف خليني تشوفي خليني تشوفي. ما بعرف ايه ليش واقف هيك لك بعد اشوف. ولك يخرب بيتك ايش عم تعمل انت هون بالحمام؟ عملت لتحتي. ولك انت غبي الثاني، ليش ما قلت لي انه اخوك بتشطح بالحمام؟ كنت اخذت حساب حسابي. عملت لتحتي وين اشتق من حالي؟ مالي غير اطلع عند التحسين لفوق. قولي لحظة شوي، ممكن انا افهم ايش صار مجودة؟ معقول ما انتبهت علي؟ طيب معقول مالي غالي عليها ولا 1%؟ ولا انتبهت للدم؟ والله ما بعرف ايش بدي اقول لك يا عبيده. يعني الواحد لو مربي كلب كان زعل عليه. ايش قصدك ولك؟ يعني انا كلب؟ لا 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 ما قصدي انه انت كلب، قصدي انه امي شافتك ما قالت شي طول ولا خافت عليك طول. اي لا لا ما بظن اكيد امي لانه كانت تعمل حمام دخلت هون شافتني هون تبكر طلعت بسرعه. هلا شوف بس تروح تعمل حمام وترجع لهون وتشوفني شلون راح تبكي وتصرخ كثير. قولي كنت رح انفجر. قولي كنت رح انفجر. الحمد شكر لله. ايه دمي بسرعه. ولك انت شو بك واقف هيك مثل الحوبه قدام باب الحمام؟ بعدين ايش واقف عم تصور؟ لا امي انا ما عم بصور شيء، انا واقف هيك بس يعني بشم هوا. بالله ما عم بتصور عم بتشم هوا. بعدين ايه صعي؟ اخوك ايش منيمه بالحمام وعايف الباب مفتوح؟ جنشي اخوك؟ ما بعرف تعي شوفي انتي اشوف انا؟ ايه بعد هيك منتشي بعد خليني اشوف ايش في؟ عم جنوا هذا هون. لحظة شوي، ايش في صاير هوني؟ ايش هذا الاحمر؟ عبادة قولي شايفته؟ انا خليني اسكي ادني لانه اكيد هلا راح تعيط تبكي كثير. بس تعموني شلون؟ وقيمت؟ وليش؟ لك عبادة متى حيزبك هذاك؟ لك شلون صحتك وعيتك؟ حدا يفهمني بس ايش في صاير؟ يس نجح المقلب، شكلها ارتعبت علي كثير، بضل اقطع ترند على كل اليوتيوب. ايوه والله شكله بتحبه كثير. يا حويلة شبابك يا عبادة. يا حسرة.
انه ما عرفت تموت غير عندنا هون بالحمام. يعني لو صحت شي برا وميت برا ما كان احسن؟ خذوا بقى هلا على شرطة وعلى نسيم وجيم وشلون ضحط وشلون وقع وشلون مات. يخرب بيتك من حالك، حتى وقت اللي بتموت بتبلينا فيك. ايش بدنا نعمل هلا؟ بس يلا مهم، عم شوف ترى بعد عم صمت بنبورته، يمكن صار معه اكثر من 2000 ورقه ما حدا له خبر فيهم لسه. ولك صار كانه هي شكلها بلشت تحكي بالميراث. طبعا هذا غير الدروع اللي عنده، درع اليوتيوب ودرع التيك توك، منروح منبيعهم بسوق العتمه ونستفيد بحقهم بقرشين ونحطهم جيبتنا. مو احسن ما لنا نصير ندور على الحيط زي كمان مستفيدين منهم شيء؟ كمان هذا غير تليفونه ولبسه واغراضه وهيك 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 وهيك، ولك هي كلها ثروه ثروه واجت اجريها لعنده، بدها حدا بس يكوش عليها. والله وقبرتي الفقر يا ام عباده. مصدومه بجد ومش بنطق ولا عارفه ارد. بتعرف يا احمد جودي، انا عطول كنت اقول عباده رح يخلينا نقبر الفقر. لك شايف حتى بعد موته ترك لنا ثروه هيك قدها، بس على ما نبيع ونحن ناخذ هالمصاري. انا مباشره رايحه مباشره هلا ابيع دروعه واشتري بحقه سنارتين ذهب وشي خاتم، مو احسن مالهم مصمودين؟ اي لا بقى، ايش هالام هي؟ يعني انت ما همك انه انا ميت ولا زعلتي؟ ركبتي فارم بدك تاخذي مصاري؟ يوه 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 كني صحيت؟ ما هون المصيبه، لساتني عايش ما متت. نعم، يعني ما في ورده؟ ما في ثروة؟ أنا ما راح أروح أشتري هلا سنارتين وخاتم ذهب. لك إيش هالأم هي؟ والله بتزعل يا عبادة. لك روحي خذي المصاري وخذي كل شيء بدك إياه خلاص. بده يقعد دراما هلا. ليش مبالك أنت أنا مطمورة ما فتحتها وأخذت كل شيء جواتها؟ لا والغبي وين مخبيها؟ أنا رايح مخبيها بخزينة المطبخ على أساس أنا مالي خبر. يا سيدي إذا وقفت على دروعة خذوا لنا الدروعة تنباع بالعزا أنت وياهم، ما بدي إياهم. أنت عن جد أخذتي المطمورة وفتحتيها؟ قولك يا غبي انت وياه، اللي ما بتعرفوا اني انا الي خبر من اول لحظه قررتوا تعملوا فيا المقلب. خدرت اجت خبرتني، فعلت خير مو اكثر. وبالنسبه للمطموره شلون عرفت محلها؟ كنت عم براقبك واستنيتها خلص ما تخلص وخبيتها، رحت اخذتها فضيتها اشتريت كل شيء جواتها. شو؟ يعني اخذت المصاري وكشفتينا؟ يعني ما في فيديو على اليوتيوب ولا على التيك توك حتى وحياتك؟ مو بس هيك، راح تاكل قتل انت والمصور هاد تبعه. وري انا مالها انا مالها، عم بهذا التصوير عم بهذا التليفون كله. وري يو 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 هرب ما بقي غيرك. يعني انت محاصر محاصر. لا امي لا تحس بحالك، انا ما لازمني شيء يعني. انت ما لازمك بس انا لازمني. تعال هون كانت بطل الشهره واليوتيوب.